منورة بخطط تستجيب للتهديدات التي تتعرض لها إيران، هو العنوان العريض الذي تحدث عنه قادة مناورات محمد رسول الله للجيش الإيراني. ومن هنا فوق مياه الخليج وبحر العرب تستطلع إيران المنطقة. تتحدث البحرية الإيرانية عن أنها وجهت تحذيرا لقطاعات بحرية أجنبية بينها أمريكية لمغادرة المكان، لتقول إن أعينها لا تغيب عن أي تحركات على أطرافها. إن شاء الله إننا نحدد منطقة المناورات، وفيما يتم إطلاق صواريخ وتوربيدات فنعلم القطع البحرية المتواجدة بمغادرة المنطقة، وإذا لم تترك المكان فهي تتحمل كامل مسؤوليتها عما يمكن أن يحدث. من سواحل إيران المطلة على الخليج إلى خليج عدن، تبدو بحسب الجيش الإيراني كل الأهداف المعادية في مرمى حجر الصواريخ الإيرانية. نور ونصر، صاروخان من نوع كروز بحري، وعبر الجو تختبر إيران صاروخ مافريك وآخر مطورا عن صاروخ خي 25 الروسي. وربما تحاول إيران من خلال المناورات أن تختبر انسجام أسطولها الجوي، أسطول يجمع ما بين الروسي والأمريكي والمحلي. عدد من المقاتلات لعبت دور العدو الوهمي رصدتها قوات الدفاع الجوي، وتم إبلاغ طائراتنا التي طردت هذه الطائرات ومنعتها من تحقيق أهدافها. قوات الدفاع الجوي بدور إسنادي تشارك في المناورات. يتحدث قادته عن رادارات بمدى مختلف تراقب المكان، لكن يبدو أنها دخلت مرحلة العد العكسي لاستقبال منظومة تعادل عملياً S-300 الروسية. نقوم حاليا بالاختبارات الأولية لصاروخ منظومة بافر، وعند الانتهاء سيلتحق بقوات الدفاع الجوي كما نختبر رادارات المنظومة. مناورة عسكرية هي فرصة قد تكون مناسبة لطهران لاستعراض قوتها، وقد تكون رسالة القادة العسكريين على أرض المناورات لا تحمل أي إشارات باتجاه أي طرف، لكن من ينظر إليها قد يفهم رسائلها ومحتواها. وعلى حد قول المثل، واللبيب بالإشارة يفهم. نور الدين دغير، طهران، الميادين.